ثيرمال جريزلي بيقدموا أفضل معجونات حرارية بتقدر تشتريها لمعالج جهازك أو كرت الشاشة، سواء بتبحث عن معجون حراري خاص لكسر السرعة أو بدك تحافظ على حرارة معالجك أو كرت شاشتك أبرد ما يمكن لفترة طويلة بدون ما تقلق من أثر المعجون الحراري. منتجاتهم تشمل هايدرونات، الحل الاقتصادي اللي بيقدم أداء حراري ممتاز بسعر مقبول، وأريونات، المعجون المخصص للمبتدئين كبديل للمعجون الحراري القديم اللي على جهازك. كاربونات اللي هي عبارة عن بديل للمعجون على شكل قطعة من الكربون فايبر والجرافين اللي بتقدر تعيد استخدامها لحد ما تنهري، وكوندكتونات اللي هو سائل معدني بديل عن المعجون ليعطيك أقوى نتائج ممكنة مع أعلى معدل نقل حراري للمحترفين. وأيضا في عندك كرايونات اللي هو أفضل خيار لمعظم المستخدمين لقوة النقل الحراري الهائلة واللي استخدمته على كل تجميعاتي الشخصية. كل هالمنتجات بتقدر تحصل عليها بأحجام مختلفة وكميات بتناسب استخدامك. احصل عليها الآن من خلال الرابط اللي موجود في صندوق الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صلاح حامد، وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الرابعة أو الجزء الرابع من تجميعة جهاز الـ $15,000 الجنوني، اللي بالحلقة السابقة وصل الكيس وعرفناكم عليه شو هو الكيس اللي راح نستعمله في الجهاز، وفي الحلقة اللي قبلها أو الأولى من هاي السلسلة كانت عبارة عن تعريف عن القطع اللي إذا ما حضرتهم لهسه لسبب ما راح يكون في رابط بالزاوية لقائمة التشغيل بالكامل اللي بتقدر تروح تتفرج على كل هاي الحلقات فيها مرة واحدة، وبنصحك تروح تحضرهم قبل ما تحضر هاي الحلقة إذا ما كنت حضرهم. الآن كان في حلقة واحدة بالنص ما بين هذول الجزئين، الجزء الثاني بالتحديد، اللي هي كانت إلها علاقة بمشكلة وقعت فيها ما كنت يعني مرتب نهائيا لأنها تصير معي، ألا وهي إنه اللوحة الأم كانت ما بتزبط مع كرتين شاشة، لأنه الـ 3090 ما في لهم إلا SLI Bridge واحد أو نوع واحد من أنواع SLI Bridge اللي بيتطلب مسافة معينة ما بين الكرتين، اللي للأسف اللوحة الأم اللي كنت منقيها لهاي التجميعة ما كانت فيها هاي الميزة، وبالتالي كنت مضطر أني أغير شيء في الموضوع. كثير منكم حكالي حط أكثر من Extension لأبعد كروت الشاشة نفسهم، لكن للأسف حتى لو نزلتهم لتحت اثنين وركبتهم برا المذربورد صعب جدا مع الكيس، ما راح ينفع لأسباب كثيرة خصوصا مع التبريد المائي والشيء اللي أنا حاطه في بالي، لأنه لو فكرت فيها بس على تبريد الهواء راح تقول أوكي مش مشكلة، بس لما تدخل تبريد مائي للموضوع العملية راح تكون أصعب. هذا الجزء بإذن الله تعالى راح نجمع فيه الجهاز بالكامل لكن على تبريد هوائي، اللي هي المرحلة اللي لازم كل شخص انه يعملها اذا بدك تبرد شيء مائي، خصوصا اذا شاري قطع جديدة. ممكن قطعة واحدة تكون فيها اشكالية ويكون في عندك خلل في واحدة من القطع، ولما تجمع كل شيء مرة واحدة وانت مجمع مائيا بالذات وتحط له بلوكات ويطلع في عندك مشكلة، راح تكون عملية صعبة جدا انك اما ترجع القطعة، ان تعرف وين الخلل يكون في مشكلة معينة. لا، اتأكد من كل قطعة على الهواء وبعدين جمع التبريد المائي تاعك. وأيضا حبيتني أستغل هاي الفرصة لأخذ قراءات الجهاز نفسه ونتائج الجهاز اللي حجمعه وأقارنها بعد التبريد المائي شو اللي راح يصير معي بالضبط. لكن أول شيء خليني أحكي لكم عنه هو حل المشكلة اللي كانت موجودة، بحيث أنه مثل ما ذكرت اللوحة الأم ما بتنفع، فدورت على بديل، والشيء اللي لقيته هو هذه اللي هي الـ X299X أوراس ماستر من جيجابايت. هذه اللوحة الأم تتميز برقم واحد وأهم شيء إنها تعطي التباعد الصحيح ما بين منافذ PCIe 16X الكبار، بحيث أنه في عندك مسافة 1 2 3 4 بالضبط ما بين الكرت الأول والكرت الثالث، وحتى أيضا ما بين باقي الكروت، لأنهم بيستعملوا ترتيب أنهم واحدة PCIe واحدة بقفزوا عنها. ثانيا المذربورد LGA اللي هي 2066، وبالتالي بتدعم الجيل العاشر معالجات الانتل اكستريم، وايضا فيها بعض الميزات الجميله مثل دعم 3 NVMe SSDs بنفس المذربورد، وايضا في عليها 5 جيجابت ايثرنت. الان في عده امور انا مضحي فيها بهاي المذربورد عن اللي انا كنت منقيها، لان كنت منقيها فيها ثاندربولت 3، اللي انا منقيها فيها 10 جيجابت ايثرنت مبنيين منها وفيها، وبالتالي هذول لحالهم كرتين إضافيات مبنيات في نفس اللوحة الأم اللي كل واحد فيهم حقه لحاله واحد $100 والثاني $250. فهذا الشيء بدي أضطر أضيفه على هاي اللوحة الأم. أما بالنسبة للقطع الأخرى في فرق واحد راح يكون في هذا الفيديو، ألا وهو أنا مش راح، لأني مستعمل تبريد هوائي. هذا الشيء ثقيل. راح أستعمل
الـ NHD 15 اللي هو النوكتوا كولر أو مبرد نوكتوا العملاق الهائل جدا اللي راح أجمع عليه. وحاليا لأنه التجميع هسه راح تتجمع على هواء ومن ثم راح أركب القطع المائية، بالإضافة أني ما راح أستعمل ثيرمال بيست عادي، راح أستعمل اللي هي الرقاقة أو القطعة القماشية من شركة ثيرمال جريزلي اللي بحكي عنها في بداية هاي الفيديوهات دائما، اللي هي أيضا تعطيني نفس فكرة النقل الحراري. اللهم بس أخلص بفكها وبشيل القطعة زي ما هي بقدرني أستعملها بعدين في أي جهاز بدي إياه. فبدون أي تأخير خلينا نشوف الجهاز هو بتجمع. اوكي هذا هو الجهاز بعد ما تجمع على البنش او التست بنش هذه اللي انتم شايفينها، اللي هي عباره عن كيس مخصص لاني اجمع عليه علشان اقدر افرط بسهوله على اساس اني اختبر كل شيء اذا شغال او لا. الان
نبلش اولا بارقام الاداء. اول شيء راح تسالوا عنه من ناحيه الجيمز، كرتين 30-90، ايش تتوقع منه؟ طبعا كل الالعاب اللي شغلتها ما كان عندها اي مشاكل اطلاقا انها تشتغل على اقوى اعدادات، سواء فول اتش دي او كواد اتش دي او حتى على 4K. وفي كثير من الحالات قدرت اني اعلي الكواليتي لارقام واشياء بحياتي ما شغلتها اصلا، مثل MSAA اللي هي انه ترفع ل 16x، واشغل تيسليشن واشغل كل هذه الامور مع الار تي اكس ومع كل هاي الاشياء. لكن من الجدير بالذكر انه الكثير من الالعاب اللي اختبرتها ما شافت الكرت الثاني بالمرة، ما كانت مطلعة اصلا انه في كرت ثاني، لانها مش متعرفة اصلا على فكرة SLI اللي هي الشيء اللي انا مسويه هون. بعض الالعاب مثل GTA وتوم بريدر فعلا شافوا الكرتين، توم بريدر فعلا استخدمت كلا من الكرتين، لكن في حالة GTA اصلا لما ترفع الاعدادات على اقصى شيء ممكن الجهاز راح يحتاج حوالي 14 جيجا بايت من الفيرام، واللي هو امر كرت 3190 بيقدر انه يعني يستخدمه بدون اي مشاكل، لانه هون نتكلم عن 48 جيجا بايت رام لكروت الشاشه مش للجهاز، اي في رام اللي احنا بنحكي عنها. فصراحه كانت تجربه رهيبه جدا. اما بالنسبه للنتائج اللي على ارض الواقع ونتائج الاختبارات المحاكاه، اهم شيء بالنسبه لي كان 3 دي مارك، وهذا الشيء اللي راح اقارن فيه بعد كسر السرعه وبعد التبريد المائي، اللي قدرت اني احصل بالتحديد على اللي هو مركز 22 عالميا بهذا الجهاز، 22 على مستوى الهول اوف فيم تاع 3 دي مارك من ناحيه نتائج الجهاز نفسه. اعلى 10 راح يكونوا كثير صعبين جدا صراحه، وانا متاكد من هذا الشيء لانه بنتكلم عن تبريد نيتروجين والان 2، فشيء شوي صعب راح يكون اني اوصل له بتبريد مائي. كلمة تبريد مائي عادي شوي راح تكون ثقيلة، ولكن لسه في ناس مجانين أكثر مني بهاي الأشياء. فخلينا نشوف الآن ونحاول بإذن الله تعالى نشوف لوين نقدر نوصل بأعلى أرقام. أنا لسه ما صبت ولا إشي من ناحية لا كسر السرعة للمعالج ولا كسر السرعة لكروت الشاشة، اللي هو أمر راح يكون خفيف جدا على كروت 30 بشكل عام. ما في كسر سرعة قوي، بتقدر بس تزيح لك الباور تارجت ل 110% وصل الله وبارك، لكن الرام الأوبتمايزيشن تاعها و المعالج نفسه اللي المفروض انه نقدر نبرده اعلى من هيك بكثير. بس السؤال القوي في هاي الحاله، ليش بدك تبرد مائيا اصلا؟ راح اقول لك. رقم واحد، الجهاز كما هو مش قادر اني استعمل اصلا منافذ البي سي اي 2 الزايدات الفاضيات حاليا، اللي المفروض اني اركب عليهم كرت الاس اس ديز اللي شفتوني بجمعه، مش فيش مكان اركبه لانه المبردات اللي على الكروت نفسها ماخذه حيز. هذا رقم واحد. رقم اثنين، صوت هاي الأجهزة أو صوت هذا الجهاز بالتحديد وهو تحت الضغط صراحة شيء يعني دوشة. الجهاز كان بسحب قاعد ما يقارب 1000 واط بدون كسر سرعة تحت الاختبارات، واللي إله صوت أترك لكم عينة تسمعوها. فهذا الشيء المفروض انه مع التبريد المائي يختفي بدرجة كبيرة. ثالثا، كنتائج حرارية المعالج وكروت الشاشة يعني اعطوا نتائج مقبولة، لكن في حالة المعالج كان افضل الحال، فعلى الـ NHD15 وصل المعالج على السرعة الاصلية ما يقارب 66 درجة، اللي هو مش رقم عالي جدا، لان NHD15 حقيقة مبرد هوائي جبار جدا، لكن هذا الامر بقدر اني احسنه اكثر مع التبريد المائي، وايضا لما اقدر اكسر سرعته اكثر واعطيه قدرة حرارية اعلى انه يمدها. اما بالنسبة لكروت الشاشة فهون كانت حقيقة مشكلة. رقم واحد، المسافة اللي بينهم قليلة، وبالتالي في كرت فيهم شوي مش قادر يتنفس، وبالتالي على حرارة آيدل وانت مش صايب ولا شيء، يعني هيك جهاز بس شغال وما فيش اي برامج شغالة، الكروت حوالين 53-54، مع العلم انه الحرارة في الأردن حاليا في لحظة هذا التصوير حوالين الصفر تقريبا، يعني اول امبارح كانت الحرارة سالب شوي. فهذا الكلام بالصيف راح يكون مختلف تماما، وايضا تحت الضغط في فرق ما يقارب 10 درجات ما بين الكرت المخنوق والكرت اللي بالأسفل، بحيث أنه الكرت المخنوق كان حوالين 76-80 درجة، أما في حالة الكرت الحر شوي فحوالين 86-70 درجة. الآن هذا الأمر مع التبريد المائي أولاً راح يصغر حجمهم، راح تصير في مسافة بينهم، وأيضاً تبريدهم راح يكون متساوي، وبالتالي ما راح يكون في عندك مشكلة حرارية من ناحية أنه واحد بتأثر من الثاني.
الحلقة القادمة عن جد راح تكون شيء جدا جدا جبار، اللي راح نقوم فيها بفك كل المبردات الهوائية هاي ونركب عليها قطع التبريد المائي، ومن ثم نركبها في الكيس اللي هو عرفناكم عليه السبكتر، ونظبط الأمور ونبلش نخطط لللوب. وفي عندي بعض التعديلات اللي حاب أني أسويها لهذا الجهاز، حقيقة جدا جدا متحمس أني أفرجيكم النتائج اللي راح نطلع فيها. وبإذن الله تعالى هذه الحلقة أو هذا الجزء راح يكون قادم قريبا جدا. لحد الآن هذا كان كل شيء للفيديو، صار تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. كان معكم صلاح حامد، في أمان الله.